أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الأمير فجأة، وهي قصة جميلة من القصص الشعبية الخيالية. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان. في قديم الزمان كان ثمة ملك وملكة، مر على زواجهما 3 سنوات، لكنهما لم يرزقا بأطفال، وهذا ما جعلهما في حزن شديد. وفي إحدى المرات اضطر هذا الملك للقيام بجولة يتفقد فيها ممتلكاته، فترك ملكته وغاب عن البيت 8 شهور. ومع اقتراب نهاية الشهر 9 قفل الملك راجعا من تجواله في مناطق بلاده، وكان الأمر قاسيا عليه بالمقارنة مع عاصمته، فقد جال في سهول غير مأهولة في أشد أيام الصيف حرارة، فشعر بظمأ شديد، فأرسل خدمه ليبحث في الجوار علهم أن يجدوا ماء في مكان ما ويعلموه في الحال. وتفرق الخدم، كل مضى إلى ناحية، وبحثوا من دون جدوى على مدى ساعة من الزمن، وعادوا إلى ملكهم من دون أن يفلحوا في العثور على ماء. فشرع هذا الملك الذي أضناه العطش بعبور هذا السهل بأكمله، ومضى بعيدا غير مصدق بعدم وجود نبع من الماء هنا في هذا المكان. ومن على حصانه وعلى بقعة من السهل لم تعرف ماء البتة في السابق، لمح ينبوعا محاطا بسياج خشبي مليء حتى حافته بماء متدفق، وفي وسطه يطفو قدح من فضة قبضته ذهبية. قفز الملك من على حصانه ومد يده اليمنى إلى القدح، لكن القدح وكأنه حي وله عينان، اندفع بسرعة إلى أحد الجوانب وراح يطفو. جثى هذا الملك وراح يحاول الإمساك بهذا القدح، مرة بيده اليمنى ومرة بيده اليسرى، لكن القدح ظل يتحرك ويراوغ هنا وهناك بنحو أعجز الملك عن الإمساك به بيد واحدة. فحاول الإمساك به بكلتا يديه، لكن ما كاد يمسك به حتى غطس هذا القدح في الماء مثل سمكة، ثم طفى ثانية على سطح الماء. فتمتم الملك: أف لهذا القدح، لن أتمكن من الشرب به، سأتدبر أمري من دونه. فانحنى على الماء الذي كان صافيا صفاء باللور وبارد برودة ثلج، وشرع يروي عطشه. في هذه الأثناء غطست لحيته وكانت تصل إلى حزامه في الماء، وبعدما روى عطشه أراد أن ينهض، لكن شيئا ما كان يمسك بلحيته ويمنعه من النهوض، فراح يسحب لحيته لكن دون جدوى، وأخذ يصيح غاضبا: أمن أحد هنا؟ دعني دعني وشأني. فأجابه صوت: هذا أنا ملك جوف الأرض النحيل الخالد، ولن أدعك تمضي من دون أن تعطيني ما تركته في البيت وأنت لا تدري، والذي لا تتوقع أن تجده لدى عودتك. نظر الملك في أعماق هذا النبع، فشاد رأسا ضخما مثل حوض، وعيونا خضرا، وفما من الأذن حتى الأذن يمسك بلحية الملك ببراثنه، وكان يضحك ضحكة مكر وسخرية. فظن الملك أن الشيء الذي لم يعلم به قبل مغادرته بجولته، والذي لا يتوقع أن يجده عند عودته، قد لا يكون ذا قيمة كبيرة، لذا قال لهذا الملك: أعطيك إياه. فانفجر هذا ملك جوف الأرض ضاحكا واختفى بومضة نار، واختفى النبع معه أيضا، والماء وسور الخشب والقدح. ووجد الملك نفسه مرة أخرى على غابة صغيرة فيها شجيرة تنحني على رمل جاف، ولا شيء غير هذا. نهض الملك وشكر ربه وركب جواده وأسرع متجها إلى خدمه حتى وصلهم. في أسبوع أو ربما أسبوعين
وصل هذا الملك إلى عاصمة مملكته، وتجمهر الناس في استقباله، وتوجه بموكبه إلى باحة القصر ودخل الرواق. وكانت الملكة جالسة في الرواق تنتظره، وفي حضنها لفة يتمدد فيها طفل جميل كالقمر يرفص بأقدامه في القماش الملفوف. فتذكر الملك وتأوه بحزن وقال في نفسه: هذا ما تركته بلا علم مني، ووجدته كما لم أتوقع. فبكى بمرارة وألم، وذهل جميع من كان حاضرا، لكن ما من أحد منهم تجرأ على سؤاله عن السبب. تناول هذا الملك ابنه من دون أن ينطق بكلمة، ودموعه تسيل، وحمله إلى القصر ووضعه في المهد، وراح يكرس نفسه لحكم مملكته كاتما محنته، وما كان مستمتعا بالحكم كما سابق عهده، ما دامت تعذبه فكرة أن في يوم ما سيأتي هذا النحيل ويطالب بابنه. مرت أسابيع وانقضت شهور وتوالت أعوام، ولم يأتي أحد ليطالبه بابنه. وكبر الأمير الذي سموه فجأة، ونما وصار شابا وسيما. وبمرور الزمان أيضا استعاد الملك بهجته المعتادة ونسي ما كان، لكن وأسفا لا أحد ينسى بسهولة. وذات مرة وبينما الأمير في رحلة صيد في الغابة، انفصل عن حاشيته ووجد نفسه في برية وحشية. وعلى حين غرة ظهر أمامه شيخ بشع الشكل أخضر العينين، وقال له: كيف حالك أيها الأمير فجأة؟ جعلتني أنتظرك زمنا طويلا. فرد عليه الأمير: ومن أنت؟ فقال له هذا الشيخ: هذا ستعرفه فيما بعد، لكن الآن عندما تعود إلى أبيك أبلغه تحيتي، وأبلغه بأني سأصر جدا لو سدد هذا الدين لي، وإذا لم يسدده لي قريبا ومن تلقاء نفسه فسيندم على ذلك مرير الندم. وبعد أن قال هذا الكلام اختفى هذا الشيخ البشع، واستدار الأمير بحصانه والدهشة تتملكه، وانطلق إلى البيت وأخبر الملك بمغامرته. عندها شحب وجه الملك وكشف السر المريع لابنه. فرد هذا الأمير: لا تبكي يا والدي، هذه ليست بالمصيبة الكبيرة، سأتدبر أمري وأجبر هذا النحيل على التخلي عن حقه الذي احتال عليك فيه بمكر كبير، وإذا لم أعد في خلال سنة فهذه علامة على أننا بعد ذلك فقدنا بعضنا بعضا. واستعد الأمير لرحلته، وأعطاه الملك درعا من الفولاذ وسيفا وحصانا، فيما علقت الملكة حول رقبته تميمة مصنوعة من الذهب. ولحظة مغادرته تعانقوا بمودة كبيرة وبكوا من كل قلوبهم، وغادر الأمير. وسار الأمير لمدة يوم ويومين وثلاثة، وفي نهاية اليوم الرابع عند غروب الشمس وصل هذا الأمير إلى شاطئ البحر. لمح في الخليج 12 رداء بيضا كالثلج، على الرغم من أن لا حياة لشيء في هذا الماء على مرمى البصر، ليس سوى 12 إوزة وجميعهن بيضاء تسبح على مسافة عن الشاطئ. فاعتراه الفضول ليعرف صاحبها، فأخذ أحد الثياب وأفلت فرسه في المرج القريب، وأخفى نفسه في غابة صغيرة قريبة، وراح ينتظر ليرى ماذا سيحدث. وبعد حين، حينما انتهت الإوزات من المرح في البحر، سبحت إلى الشاطئ وتوجهت 11 منهن إلى الثياب، ورمت كل واحدة منهن بنفسها على الأرض وصارت آنسة جميلة جدا، وارتدت ملابسها بسرعة وطارت بعيدا في السهل القريب. أما الإوزة 12 والأخيرة كانت آخرهن وأجملهن جميعا، فلم تجرؤ على الخروج إلى الشاطئ، لكنها مدت رقبتها بحزن ناظرة في كل الاتجاهات. ولما رأت الأمير نادته بصوت بشري: أيها الأمير فجأة، أعطني ثوبي وسأكون شاكرة لك. فاستجاب إليها الأمير ووضع ثوبها على العشب واستدار محتشما إلى الجهة الأخرى. فجاءت هذه الإوزة إلى العشب
وغيرت نفسها إلى فتاة وارتدت ملابسها بسرعة ووقفت أمام الأمير. لقد كانت شابة وأجمل ما رأته عين وسمعته أذن، فمدت إليه يدها البيضاء وهي تحمر خجلا وتطأطئ عينيها، فقالت بصوت لطيف: أشكرك أيها الأمير الطيب على استجابتك لي، أنا أصغر بنات النحيل الخالد، لديه 12 بنتا وهو يحكم مملكة جوف الأرض، وأبي أيها الأمير كان يتوقع مجيئك منذ زمن طويل وهو غاضب للغاية. على أي حال لا تحزن ولا تخف، لكن افعل ما أخبرك به فحسب، فعندما ترى هذا الملك النحيل اجثي على ركبتيك ولا تهتم بصياحه وتوبيخه وتهديداته ولا تتجاسر عليه، وستعلم بعد حين ماذا سيحدث، لكن علينا المغادرة الآن. وبعد أن قالت هذه الكلمات دقت الأمير برجلها الصغيرة على الأرض، فانفجر في الحال نبع من الأرض ونزلا إلى مملكة الجوف مباشرة في قصر نحيل الذي كان يضيء الأعماق بنور أسطع من شمسنا. فخطت الأميرة بقدمين واثقتين إلى غرفة الاستقبال، وكان نحيل جالسا على عرش ذهبي وعلى رأسه تاج يتلألأ. جث الأمير حالما لمحه من مسافة على ركبتيه، وراح نحيل يزمجر بصوت رهيب حتى سمعه من في آخر المملكة، لكن الأمير زحف على ركبتيه بثقة باتجاه العرش، وعندما صار على بعد خطوات منه تبسم الملك وقال: لديك حظ كبير أيها الأمير، لأنك أفلحت في جعلي أبتسم ولتقم في مملكتنا الجوفية، لكن إلى أن تصبح من أهلها حقا فأنت ملزم بتنفيذ 3 أوامر لي، لكن لم يعد هناك وقت في هذا اليوم، سنبدأ غدا، وحتى ذلك الحين امضي إلى غرفتك. نام الأمير مرتاحا في الغرفة التي خصصت له، وفي صباح اليوم اللاحق استدعاه نحيل وقال له: سوف نرى أيها الأمير ما يمكنك فعله، في أثناء الليلة القادمة ابني لي قصرا من رخام خالص، واجعل شبابيكه من باللور وسقفه من ذهب، تحيطه حديقة زاهية، وفي الحديقة أسرة وعيون، فإذا بنيته ستنال مودتي، وإذا لم تفعل سآمر بقطع رأسك. عندما سمع الأمير ذلك عاد إلى مخدعه وجلس يفكر حزينا بالموت الذي يهدده. وبينما هو كذلك جاءت نحلة تطن خارج النافذة وقالت له: اسمح لي بالدخول. ففتح النافذة ودخلت النحلة التي كانت هي الأميرة أصغر بنات النحيل، وظهرت أمام الأمير الحائر وراحت تسأله: أيها الأمير، فجأة بماذا تفكر؟ فأجابها: للأسف أفكر بأن أباك يريد أن يسلبني حياتي. فقالت له: لا تخف، تمدد ونم، وعندما تستيقظ غدا صباحا ستجد قصرك جاهزا. فأذعن لذلك، وعند الفجر خرج الأمير من غرفته ولمح قصرا أجمل من كل ما رأى، وتعجب نحيل لما شاهده ولم يصدق عينيه، فقال له: حسنا، لقد ربحت هذه المرة، والآن إليك أمر الثاني، سأضع بناتي 12 أمامك، فإذا لم تحذر أيهن الصغرى سأقتلك. فراح الأمير يتساءل وهو في غرفته: أو سأعجز عن تمييز الأميرة الصغرى؟ فما العسير في ذلك؟ فأجابت الأميرة وهي تطير في الغرفة بشكل نحلة: العسير هو إن لم أساعدك لن تتعرف إلي، لأننا جميعا متشابهات، وما من أحد يميز بيننا سوى أبينا. فقال الأمير: وماذا علي أن أفعل؟ فردت عليه: ماذا عليك أن تفعل؟ الأميرة الصغرى هي التي تلمح على عينها اليمنى دعسوقة، أمعن النظر فقط، إلى اللقاء. في اليوم اللاحق استدعى الملك نحيل مرة أخرى هذا الأمير. كانت الأميرات يقفن في صف واحدة إلى جانب الأخرى ويرتدين كلهن بملابس متشابهة وقد أطرقن رؤوسهن. نظر الأمير وتعجب
من شدة تشابه الأميرات، وراح ينظر إليهن مرة ومرة أخرى، لكنه لم يجد العلامة التي أشارت له بها. وفي المرة الثالثة رأى دعسوقة على حاجب إحداهن فصاح: هذه هي الأميرة الصغرى. فقال نحيل غاضبا: وكيف عرفت ذلك؟ إن في الأمر خدعة، علي أن أتعامل معك بنحو مختلف. خلال 3 ساعات ستعود إلى هنا وستظهر ذكاءك بوجودي. سوف أشعل عود قش، وعليك أن تحيك زوج أحذية قبل انطفائه، وإن لم تفعل ستهلك. عاد الأمير قانطا ووجد النحل وقد سبقته إلى غرفته، فقالت له: لما أنت مهموم ثاني أيها الأمير؟ فرد متسائلا: وكيف لي ألا أكون مهموما وأبوك يريدني أن أحيك زوج أحذية؟ وأي إسكافي أنا؟ فقالت له: وماذا ستفعل؟ فقال لها: ماذا علي أن أفعل؟ لن أحيك الأحذية، ولست أهاب الموت، فكل واحد منا سيموت يوما ما. فأجابته: لا أيها الأمير، ليس عليك الموت بهذه الطريقة، سأجتهد لإنقاذك، وسنهرب معا أو نموت معا، علينا الفرار، فما بوسعنا شيء غير هذا. قالت هذا ووضعت سائلا من فمها على زجاج النافذة، وتجمد هذا اللعاب في الحال. بعد إذن خرجت من الغرفة برفقة الأمير وأغلقت الباب وراءها ورمت المفتاح بعيدا، ومن ثم سارا يمسكان بأيدي بعضهما وصعدا بسرعة، وفي لحظة وجدا نفسيهما في البقعة التي كانا فيها قبل أن ينزلا إلى مملكة الجوف. وكان البحر والشاطئ والمرج، وفي وسط المرج وقف حصان الأمير وقد تغذى جيدا، الذي ما إن رأى فارسه حتى جاء يعدو إليه مباشرة. لم يتوقف الأمير طويلا ليفكر، بل قفز إلى ظهر حصانه وركبت الأميرة خلفه وانطلقا سريعا كالسهم. عندما حان الوقت لم ينتظر الملك نحيل مجيء الأمير فجأة، بل أرسل يسأله عن سبب تأخره. وعندما وجد الخدم الباب مغلقا طرقوا الباب بشدة، فرد هذا اللعاب عليهم من وسط الغرفة بصوت الأمير: حالا حالا. فحمل الخدم هذه الإجابة إلى الملك، فانتظر وانتظر ولم يأتي الأمير، فعمد ثانية إلى إرسال الخدم أنفسهم، فسمعوا الإجابة نفسها: حالا حالا، وحملوا ما سمعوه إلى الملك. فزمجر الملك غاضبا وقال: ما هذا؟ هل يقصد السخرية مني؟ اذهبوا حالا واكسروا الباب وآتوني به. فهرع الخدم وكسروا الباب واندفعوا في الغرفة، فماذا وجدوا؟ ما فيها أحد، وكان اللعاب على النافذة يقهقه ضاحكا منهم. انفجر نحيل غضبا وأمرهم جميعا أن يلحقوا بالأمير والأميرة، مهددا إياهم بالموت إنهم عادوا فارغي الأيدي. فتقافزوا على ظهور الجياد وانطلقوا مسرعين خلف الأمير والأميرة. في هذه الأثناء كان الأمير فجأة والأميرة ابنة نحيل يشقان طريقهما بسرعة على حصانهما النشيط، وفي خضم انطلاقهما سمعا صوتا وراءهما، فوثب الأمير من على فرسه ووضع أذنه على الأرض وقال: إنهم يلاحقوننا، لا وقت لدينا لنضيعه. وفي هذه اللحظة حولت الأميرة نفسها إلى نهر، وحولت الأمير إلى جسر، والحصان إلى غراب. وانقسم الطريق الرئيس وراء الجسر إلى 3 دروب، وبرشاقة على الدرب الجديد كان المطاردون يسرعون، فوصلوا إلى الجسر ووقفوا عليه مندهشين وشاهدوا الدرب إلى الجسر، لكن هذا الدرب يختفي من بعده وينقسم الطريق الرئيس إلى 3 طرق، فما كان هناك شيء ينبغي فعله غير الرجوع. وعادوا أدراجهم صفر الأيدي، وراح نحيل يزمجر غضبا ويصرخ: جسر ونهر، هذان هما، كيف لم تعرفا ذلك؟ عودوا ولا ترجعوا إلي من دونهما. وانطلق المطاردون مجددا وراءهم. همست الأميرة ابنة نحيل وهي مرتعبة للأمير فجأة: أنا أسمع صوتا. فترجل الأمير عن صهوته ووضع أذنه على الأرض وأجابها: إنهم يسرعون،
وليسوا بعيدين منا. وفي هذه اللحظة صارت الأميرة والأمير ومعهما الحصان غابة مظلمة تخترقها دروب، وهذه الدروب تتفرق إلى دروب أخرى وممرات لا يحصى عددها، ويتراءى على أحد الدروب وكأن راكبين على فرس يمران مسرعين فيه. وتبع المطاردون هذا الدرب الجديد ووصلوا إلى الغابة، وعندما لمحوا الفارين انطلقوا بسرعة وراءهما، وراح المطاردون يسرعون ويسرعون ويرون على الدوام أمامهم غابة كثيفة ودرب واسع يتخللها والفران يعدوان فيه. الآن حتى ظنوا أنهم يدركونهما اختفى الفران بغتة والغابة الكثيفة معهما، ووجدوا أنفسهم في المكان نفسه حيث بدأوا ملاحقتهم، لذا عادوا ثانية إلى نحيل خالي الوفاض. فأرغى نحيل وأزبد حصان سأذهب بنفسي لن يفلتوا من يدي، وانطلق ساعيا وراءهما. ومرة أخرى قالت الأميرة للأمير فجأة يبدو لي أنهم يلاحقوننا، ولكن هذه المرة أبي إنه أبي، لكن كدنا نصل إلى حدود المملكة ولن يتمكن من ملاحقتنا أبعد منها. لذا قالت له أعطني هذه التميمة الذهبية، فنزع الأمير هدية أمه العزيزة وأعطاها إلى الأميرة. وفي لحظة تحولت هذه الأميرة إلى مسجد، وتحول هو إلى إمام، وأما الحصان فقد تحول إلى مئذنة. في تلك اللحظة وصل نحيل، فسأل نحيل هذا الإمام أيها الإمام ألم تر أشخاصا يمرون من هنا على ظهر حصان؟ فرد هذا الإمام قبل قليل مر الأمير فجأة من هذا الطريق مع الأميرة ابنة نحيل، لقد جاءوا إلى هذا المسجد وأقاما صلاتهما ومنحا مالا لإقامة الصلاة لتنعم بصحة جيدة، وأمراني أن أبلغك تحياتهما إن مررت بهذا الطريق. وقفل نحيل راجعا أيضا خاوي الوفاض، فركب الأمير فجأة مع الأميرة ابنة نحيل من دون أن يخشيا من ملاحقة أحد لهما. كانا يسيران بهدوء عندما شاهدا أمامهما مدينة جميلة. شعر الأمير برغبة عارمة لدخول هذه المدينة، فقالت الأميرة لا تذهب أيها الأمير، فقلبي ينذرني بشيء سيء فيها. فرد عليها الأمير سأمر بها لوقت قصير فقط لأتطلع فيها ثم نستكمل رحلتنا. فقالت من السهل الذهاب إليها أيها الأمير، لكن هل ستكون سهلة العودة منها؟ ومع ذلك كما ترغب اذهب أنت، وسأبقى هنا في شكل صخرة بيضاء حتى عودتك، وكن حذرا يا حبيبي، فالملك والملكة وابنتهما الأميرة سيخرجون للقائك، وسيكون معهم طفل صغير جميل جدا، إياك أن تقبله، فلو فعلت ذلك ستنساني في الحال ولن تراني عينك إلى الأبد في هذه الدنيا، وسأموت غضبا. سأنتظرك هنا على الطريق 3 أيام، وإن لم تعد في اليوم الثالث تذكر أني سأموت وسيهلك كل شيء معك. غادر الأمير متجها إلى المدينة، وحولت الأميرة نفسها إلى صخرة بيضاء وظلت قابعة على الطريق. مر يوم وجاء ثاني وانقضى الثالث ولم يرى شيء من الأمير. يا لهذه الأميرة المسكينة، فهو لم يمتثل لنصيحتها. ففي المدينة جاء الملك والملكة وابنتهما الأميرة للقائه، وكان يسير معهم ولد صغير أجعد الشعر عيناه تلمع كنجمتين. اندفع هذا الطفل وألقى بنفسه بين ذراعي الأمير الذي افتتن بحسن الصبي الذي أنساه كل شيء، وقبل الطفل بمودة فأظلمت ذاكرته في الحال، ونسي الأميرة ابنة نحيل تماما. كانت الأميرة ملقى هناك صخرة بيضاء على جانب الطريق، ومر عليها يوم ويومان، وعندما انقضى اليوم الثالث ولم يعد الأمير من المدينة حولت نفسها إلى نبتة نحيلة على جانب الطريق وقالت سأبقى هنا على جانب الطريق
لعل أحد المارة يقتلعني أو يسحقني على الأرض بقدميه. قالت الأميرة ذلك ودموعها تنهمر. وجاء شيخ يمشي على جانب الطريق فلمح هذه النبتة وسط نبات المتناثر على حافة الدرب، فافتتن بجمالها وسحبها بعناية من الأرض وحملها إلى داره ووضعها في وعاء زهور وسقاها بالماء وأخذ يتولاها بعناية كبيرة. ويا للمعجزة، فمنذ أن دخلت هذه النبتة بيته والعجائب من كل نوع تحدث فيه، فمن النادر أن استيقظ العجوز يوما من نومه من دون أن يجد كل شيء في البيت مرتبا وما من ذرة غبار فيه، وعند الظهيرة عندما يعود يجد الغداء جاهزا والمائدة معدة وما عليه سوى الجلوس وتناول الطعام بقدر ما يريد. وكانت الدهشة تنقل العجوز إلى دهشة أخرى حتى تملكه الذعر في نهاية المطاف، وسعى ليحصل على مشورة عرافة عجوز من معارفه في الحي الذي يسكنه، فأشارت عليه العرافة أن افعل هذا: انهض من نومك قبل الفجر قبل أن تصيح ديك معلنة النهار، وارقب بدقة ما الذي سيبدأ بالحركة أولا في البيت، وغطي هذا الذي يتحرك بهذا المنديل، ماذا سيحدث بعدئذ هذا الذي ستراه. لم يغمض العجوز عينيه طوال الليل، وما إن تراءى أول بصيص وصارت الأشياء ترى في البيت حتى شاهد كيف أن النبتة تحركت فجأة في وعاء الزهور ووثبت خارج منه وراحت تتحرك في الغرفة، وكل شيء يضع نفسه في مكانه، وبدأ الغبار يلملم نفسه ويتنظف، وأوقدت النار نفسها في الموقد. قام هذا العجوز بمهارة من سريره ووضع المنديل على هذه الزهرة فيما كانت تسعى للهرب. عندها صارت الزهرة فتاة جميلة، هي نفسها الأميرة ابنة نحيل، وصرخت به: ماذا فعلت؟ لما أعدتني إلى الحياة ثانية؟ فخطيب الأمير فجأة قد نسيني وصرت أكره الحياة من دونه. فرد العجوز: خطيبك الأمير فجأة سيتزوج اليوم، وقد أعدت مأدبة الزفاف وبدأ الضيوف يتوافدون. بكت الأميرة، وبعد وقت جففت دموعها ووضعت عليها رداء صوفيا خشنا ومضت إلى المدينة مثل فتاة قروية، ودخلت المطبخ الملكي حيث كان يعم الضجيج والصخب، وتوجهت إلى القيم على المطبخ بتواضع ولباقة جذابة، وقالت له بصوت عذب: سيدي العزيز، اصنع لي معروفا واسمح لي أن أصنع كعكة الزفاف للأمير فجأة. ولأن القيم على المطبخ كان منهمكا بالعمل، فأول شيء بدر منه هو رفض طلب هذه الفتاة، لكن عندما نظر إليها ماتت الكلمات على شفتيه وأجابها بلطف: يا جميلة الجميلات، افعلي ما يحلو لك، سأعطي الأمير من هذه الكعكة بنفسي. وسرعان ما جهزت الكعكة، وكان المدعوون كلهم جالسين إلى المائدة، ووضع قيم المطبخ بنفسه كعكة ضخمة في طبق من فضة أمام الأمير، لكن ما كاد الأمير يقطع من جانبها حتى ظهرت معجزة لم يسمع بها أحد أمام الحضور جميعا، فقد خرج من هذه الكعكة ذكر حمام رمادي اللون وحمامة أنثى بيضاء اللون. مشى ذكر الحمام على طول الطاولة، ومشت الحمامة الأنثى وراءه وهي تهتل وتقول: ابقى ابقى ابقى، وعن الحب الحقيقي لا تنأى، فأنا وراء حبيبي الخائن أسعى، الأمير فجأة الذي بابنة نحيل غرر ومضى. وما كاد الأمير فجأة يسمع هديل الحمام هذا حتى ارتدت إليه ذاكرته، وهب ناهضا من المائدة وهرع إلى الباب، ومن وراء الباب سحبته الأميرة ابنة نحيل من يده ومضيا معا عبر الرواق، وكان يقف قبالتهما حصان مسرج وملجم، ولم يتأخران، وثب الأمير فجأة والأميرة ابنة نحيل على ظهر الحصان، وانطلقا بطريقهما، وفي النهاية وصلا سعيدين إلى ديار الملك والد فجأة، واستقبلهما الملك والملكة ببهجة وسرور، ولم ينتظرا طويلا حتى أعد لهما عرسا بهيا
لم ترى عين له شبيها ولم تسمع أذن بمثله. انتهت الحكاية.